علي الموسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة العمل وأصول الثقافة. احنا النهارده في مبادرة حياة كريمة، القافلة اللي احنا عاملينها الهيئة العامة لأصول الثقافة عاملة قافلة لمحافظة المنيا، مركز أرناغاغا، قرية دارهوت. دلوقتي احنا في دارهوت، احنا من يوم 29 يوم 5/6 موجودين هنا في أرناغاغا، في أكتر من قرية وأكتر من مكان. القرية بنقعد معاها فيها يومين، بنعمل فيها برنامج كامل من الورش واللقاءات التفاعلية والعروض الفنية ومسرح العرايس. يعني بنعمل لكل الفئات المستهدفة عندنا، سواء كان طفل أو مرأة أو شباب، بنعمل معاهم عملية تنمية لحد ما نقدر نوصل بيها لنوع من أنواع الثقافة، سواء كانت الثقافة دي تعديل مفاهيم أو تمكين من في حرفة ما أو غيره. احنا هنا عندنا أكتر من حرفة، يعني احنا معانا هنا حرفة اللي هي الحلي، بنعلم الاولاد ازاي يقدروا يعملوا قطع بسيطه من الحلي، يقدروا يتمكنوا من خلالها يبيعوها لاصحابهم، يبقى عنده معرفه بالحاجات دي. وخلال الورشه نفسها احنا بنتكلم معاهم، يعني في حوار بيننا وبينهم في حاجات كتير. عندنا المراه بنعمل معاها في اكتر من ورشه، من ضمن ورشه التطريز اليدوي. والتطريز اليدوي ده نوع من انواع التطريز الوبري، بنعلمها لهم بالانجليزي اسمها ابره المونتاج، ازاي بحاجه بسيطه يقدروا يطلعوا منتج بشكل سريع. ستات كتيره ما شاء الله هنا مهره وايديهم كويسه وشغلهم كويس، كل اللي محتاجينه ان احنا نمكنهم، سواء تمكين معرفي ازاي يقدروا يعملوا لنفسهم مشروع فعلا ان شاء الله في المستقبل هنعمل رياده اعمال، او تمكين الحرف ازاي نديهم الحرف يبقى شطار في الحرف.